حركة معادية لاستفحال الفساد وداعية لمعاقبة المتورطين فيه انطلقت الأحد في فرنسا من شوارع العاصمة باريس ومدن أخرى، مستلهمة مسعاها من الحركة القائمة لنفس الغاية في رومانيا منذ أسابيع والمطالبة برحيل الحكومة في بوخارست. الحركة الفرنسية لمحاربة الفساد بدأت بتجمع المئات في ساحة لا ريبوبليك في ظرف طغت عليه فضائح الفساد والوظائف الوهمية في أوساط الطبقة السياسية الفرنسية. نحن لا نحصل قوتنا إلا بالكاد فيما نرى أن هؤلاء السياسيين يحصلون على الملايين، ونبقى نحن نكافح يوميا من أجل دوريهمات. يجب أن يتحرك الناس، يجب الحراك مثل ما يحدث في رومانيا. هذه الحركة المناهضة للفساد المستفحل في أوساط الطبقة السياسية والتي تركت صداها في مواقع التواصل الاجتماعي نظمت تجمعات ممثلة في مدن أخرى عبر القطب الفرنسي، شارك فيها عدد من السياسيين، لكنها ما زالت محتشمة وبعيدة عما بلغته الحركة النظيرة في رومانيا خلال الأسابيع الأخيرة من قدرة على التعبئة في مظاهرات مليونية منذ نهاية يناير الماضي، ردا على محاولة الحكومة الحالية تخفيف العقوبات على المتورطين في الفساد.